نروح للقاء مع أمين صندوق نادي الإسماعيلي، طبعا أستاذ مصطفى شلة كان مع زميلنا شريف عادل. نشوف اللقاء ونرجع نكمل كلام. الكل داخل محافظة الإسماعيلية والوسط الرياضي في مصر بشكل عام حزين، كل الحزن على الراحل الكابتن إيهاب جلال رحمة الله عليه. كان دايما الكابتن إيهاب جلال زي ما قلنا كان ليه تجارب مختلفة داخل النادي الإسماعيلي، سواء كمدير كورة أو مدير فني أو كلاعب، ويمكن اللي تعامله مع الكابتن إيهاب جلال سواء على مستوى المسؤولين أو كمان كان مقرب منه جدا أستاذ مصطفى شلة أمين صندوق النادي الإسماعيلي. أستاذ مصطفى شلة تعامل مع الكابتن إيهاب جلال في أكتر من مرحلة، كان من ضمنها كمان مرحلة وهو مدير كورة. كان أستاذ مصطفى موجود طبعا كمراقب للحسابات، في الفترة الحالية بالتأكيد موجود كأمين صندوق. تعاملاته مع الكابتن إيهاب جلال مش فترة شغله بس جوه النادي، لا، على مدار سنين كتيرة جدا. أستاذ مصطفى يعني في البداية خالص التعازي لحضرتك وللوسط الرياضي ولنادي الاسماعيلي بشكل عام على الروح للكابتن ايهاب جلال، وانا عارف قد ايه حضرتك كنت قريب منه جدا يا استاذ مصطفى. انا لله وانا اليه راجعون، نحتسب عند الله. الله يرحمه كابتن ايهاب، حد جميل، حد محترم، حد منظم، حد طيب قوي، ومهما قلت فيه مش هدي له حقه. يعني فعلا احنا حزينه بجد، البلد كلها حزينه، وانا على المستوى الشخصي ايهاب كان صديق ليا، أخويا أصغر مني بس أخويا، وهو كان كبير بعقله وبنظامه وبأخلاقه وبتدينه، مش هكفيه كلام. الله يرحمه. اللي احنا ما نعرفوش عن احنا طبعا قريبين من بس اكيد حضرتك قريب، اللي ما نعرفوش عن الكابتن إيهاب جلال كشخص قد ايه هو يعني فعلا اللي بيتعامل معاه عن قرب بيتقص وبيحبه جدا زي ما حضرتك بتتكلم. إيهاب جلال انا لسه كنت بقول لك قبل ما نسجل، إيهاب جلال تحب تقعد جنبه تستمتع بحوار معاه، راجل منظم وعاقل قوي وهادي ورزين وما بيتعصبش، وحاجة محترمة بجد، ما تعرفش ما تحبوش. صدقني حد جميل قوي 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 قوي، والناس الجميلة بتروح للأسف. اتحمل كتير قوي وتحمل ضغط غير عادي وبتفاني في العمل. إيهاب جلال أنا هقول لك معلومة، يعني إيهاب جلال المجلس ده جه وكان فاضل حاجات بسيطة على بداية الدوري، والقيد مقفول بخمس قطايا. إيهاب جلال بنفسه في أول لقاء طلب إن احنا ما نفتحش القيد في أول مرحلة، وقال أنا هلعب، وكان عندي خمسة من كبار اللعيبة في النادي عقودهم انتهت ومشيوا، وإيهاب جلال تحمل المسؤولية لوحده وقال أنا هطلع اللعيبة الصغيرة وحلعب وما تشيلوش هم. إيهاب جلال كان بيشتغل للنادي مش بيشتغل لشخصه، مش عشان يعمل مجد شخصي ولا يرجع ولا يروح ولا يجي زي ما كانت ناس بتدعي. إيهاب جلال كان هنا بيخدم النادي، محدش خدم النادي ده بالأسلوب ده غير إيهاب جلال. إيهاب جلال خدمنا ووفر لنا لعيبة وارتقى بمستوى كثير من اللعيبة وقدر يطلع ناشئين، وكان مخطط لمستقبل جميل. يعني لما قلنا إيهاب جلال مشروع احنا ما كناش بنهزر ولا كان هو بيهزر، إيهاب جلال كان مشروع 4 سنين. إيهاب جلال كان ماشي خطوات عشان يوصل بالنادي الإسماعيلي للمكانة اللائقة وللمنافسة على البطولة، عارف هو بيعمل إيه. إيهاب جلال عمره ما ضغط على الإدارة بحاجة، عمره ما طلب حاجة إطلاقا، أي حد يقول الكلام ده كذاب. إيهاب جلال أكتر واحد يتحمل في هدوء، ما حدش يدعي حاجة من الكلام الفارغ ده. انا يعني بموقع في النادي جوه المجلس دارة بره مجلس دارة، انا بقول لك إيهاب جلال ما طلبش حاجه من النادي، ما ضغطش على النادي بطلب بمليم بجنيه، ما حصلش. حضرتك يا استاذ مصطفى تطرقت لنقطه مهمه جدا، يعني هو في اخر طبعا رحمه الله عليه وفي اخر سنه تدريبيه ليه لمده سنه كامله متكامله لاول مره في النادي الاسماعيلي من فترات طويله جدا يحصل مدير فني، جه في اغسطس 2023 ونهى في اغسطس 2024، وانتوا كمجلس اداره في ظهر الكابتن ايهاب رحمه الله عليه وكنتوا تجديد الثقه دي، ما كنتش حتى تقعد تقولوا من جد الثقه، اللي بيتكلم في الموضوع ده يقولوا موضوع منتهي، كابتن ايهاب مكمل. كمان نقطه مهمه جدا حضرتك كأمين صندوق وممكن اكتر حد تحسها تنميه الموارد الماديه للنادي الاسماعيلي اللي حصلت اللي ما حصلتش تقريبا في تاريخ النادي بالبعد ده. انا بقول لحضرتك ايهاب مشروع، ايهاب مشروع، ايهاب عارف وبيجهز لعيبه تقدر تتصرف فيها في الوقت ده في الاوقات اللي حصلت مرتين، وايهاب جلال ما عندوش مشكله وعارف انه هيعوضها، مفيش مشكله. ايوه جدا، ايهاب جلال كان موافق على كل الخطوات دي وبتتم بالترتيب معاه، عارف ومجهز لك اللعيب دي عشان توصل للمستوى ده عشان تقدر تعمل بيها نتيجه ماديه للنادي. اقول لك ايه، والله ما طلب مرتبه،
ولا مرة، والله ما اتكلم فيه مرة. هو يعني بغض النظر بيتصرف ازاي، بيتصرف ازاي، انما مستحيل مستحيل. إيهاب جلال عايز اقول لك ان هو قال لنا اي واحد من اللعيبة اللي عاملة مشاكل مع النادي لو تقدروا تجيبوها هاتوها ونحل المشكلة، انا هاخد اللعيب وهشتغل بيه. فتح لك كل السبل. احنا بقول لك اقول ايه، احنا كنا عندنا امل، يعني احاول الا ان الله وانا راجعون، احنا كان عندنا امل. بس يعني عايز اعلن ان ايهاب جلال مستمر معايا. احنا كنا هنعلن الايام دي ان ايهاب جلال مستمر معايا تحت اي وضع. ايهاب جلال موجود واحنا متمسكين بيه ومش هنستغنى عنه. انما العلاقه الجميله طبعا، وكان لمسنا جدا ما بين الاداره وما بين الكابتن ايهاب. يعني حضرتك بتقول وحتى في الايام اللي فاتت دي وهو كان بيمر بالوعكه الصحيه وفي المستشفى، كنت هنعلن امتداد تعاقد ايهاب جلال. والله كنا هنعملها. ايوه ده هقول لك ايه، بس الله يرحمه الله يرحمه. والله الكره في مصر خسرت، يعني مش شطارة مدرب، كمان أخلاق. الأخلاق يعني عزت اليومين دول للأسف. إيهاب جلال كان الأخلاق دي، كان الجمال ده، كان الرقي. هقول لك إيه، يمكن آخر حاجة يعني كبيني وبينه عمرة في السعودية. عمرة هو اللي كان ماشي بيا في العمرة، شريف. والله هو اللي كان ماشي قدامي في العمرة. والله قال لي انت بتاعي، هتعمل عمرة معايا، انت بتاعي. كانت أول مرة لي أروح، ما عارف، وهو قاعد جنبي والله العظيم قال لي انت بتاعي، هنخش العمرة سوا. الله يرحمه. خلصت عايز أصلا حبيبي. شكرا شكرا شريف. يعني رحمة الله الروح للكابتن إيهاب جلال. وشايفين قد ايه طبعا زي ما مصطفى كان بيتكلم، فعلا النادي الاسماعيلي، وكان المباراة الأخيرة في السعودية طبعا مباراة ودية، وكان في عمرة. رحمة الله على الروح الكابتن إيهاب جلال، والآن العودة من جديد وأون تايم سبورتس.